شهر تاسع دخلته الحرب المستعرة على قطاع غزة، لتستمر معها معاناة الفلسطينيين الذين يواجهون الموت والتجويع والتهجير بشكل يومي، لترسخ إسرائيل على مدار أشهر الحرب كل معاني الوحشية والعنف والتنكيل في سكان قطاع غزة. لقطات القتل والإبادة والدمار دفعت الرأي العام العالمي والشعوب للانتفاض ضد ممارسات إسرائيل وللمطالبة بوقف هذه الحرب، كما تحركت الأطراف الإقليمية والمنظمات الدولية والإنسانية في محاولة للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب الشرسة. وفي هذا الإطار تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2023 قراراً بالإجماع يطالب بوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، وهو ما قابلته إسرائيل بارتكاب مزيد من المجازر في حق سكان القطاع. وبعد عدة جلسات استخدمت فيها الولايات المتحدة حق الفيتو، تبنى مجلس الأمن الدولي في مارس الماضي قراراً يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات والمطالبة بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها، وهو ما لم تعره إسرائيل أي اهتمام أيضاً. وفي مطلع عام 2024 وللمرة الأولى في التاريخ، خرجت محكمة العدل الدولية بقرارات طالبت فيها إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، واتخاذ إجراءات فورية لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الملحة. وعلى نفس النهج تحدت إسرائيل تلك القرارات وضربت بها عرض الحائط. أكبر المنظمات الإنسانية والهيئات الصحية الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية بح صوتها من أجل إنهاء المعاناة الكارثية وسط تحذيرات من انتشار الأمراض والأوبئة. ومع تخطي أعداد الشهداء تحديداً من الأطفال حاجز 15,000 وفقد أكثر من 17,000 طفل آخرين لآبائهم، تحركت الأمم المتحدة مجدداً لتضيف إسرائيل إلى الدول والأطراف المنضوية تحت القائمة السوداء لقتل الأطفال.